شبح سوء التغذية الذي فتك بالطفل سالم عبد الله عيسى صاحب الصورة الصادمة يتجول في منطقة بأكملها. فسالم ليس سوى نموذج واحد لما تعانيه قرى منطقة المتينة من فقر يدفعها بسرعة إلى المجاعة. أهلنا في مجد الضبحانين أخونا سالم. أهلنا في مجد الناس آخر جلسنا وجنبنا المجاورين كلهم ضبحانين. تقع بلدة المتينة في مديرية التحيط الساحلية على بعد 80 كيلومتر من مدينة الحديدة، قرية 100 عام من العزلة إلا قليل. يصلح أن يكون عنوانا لها ربما لما تلخص هذه المشاهد من أوجاع آخذة بالتوسع، حيث تتسارع معالم اختفاء الحياة وتحضر شواهد اندثارها بشكل فاجع، حتى وإن كان السكان ارتضوا بالبقاء على أبسط ما يسد حاجتهم من مأكل ومشرب فقط. فلم تعد نظراتهم تتجاوز مساحة وجوههم، ويخط الوجع علاماته في قسمات وجوههم. القرية الصغيرة التي يعمل أغلب سكانها في الصيد ويبلغ تعدادهم حوالي 10,000 نسمة توقفت أنشطتهم بسبب الحرب والحصار، ولم يعودوا يعتلون البحر خوفا من قصف قواربهم التقليدية وسيلتهم الوحيدة لكسب العيش. هنا نشتغل في البحر، واللي ما في شغل أتقرت أدينا الدنيا، وأنا حصل ظروف تحكم الحين إحنا الرباحة، أنا عاش الشغل البحر، محاصر البحر جو برد. تفتقر القرية إلى أبسط مقومات الحياة في ظل انعدام الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والخدمات الصحية، وهو انعكاس لحالة المنطقة التي تعاني من سوء تغذية شديد بات واضحا على الأطفال والكبار أيضا. فهذه الأسرة التي يعاني بعض أبنائها من الإعاقة مهددون بمصير مؤلم. تتفشى الأمية في المنطقة على نحو متصاعد، إذ تتجاوز نسبتها 95% ناهيك عن تفشي الأوبئة والأمراض وبلوغهم مرحلة متقدمة من الاحتياجات، وسط غياب تام لأي دور إنمائي يستهدفهم لتظل حياتهم عرضة للمجاعة والاختفاء.